بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المستوى الثالث، أهلا وسهلا فيكم في هذا اللقاء الجديد. نواصل في الحديث في محطتنا الأولى والشابتر الأول، وهو Simple Phenols. كما اتفقنا أنه راح نتكلم في مظلة التعريف وراح نشرح في مظلة التعريف، وبالتالي التعريف الفيتوكيمستري اللي بنذكر فيه دوماً إنه هو branch of pharmacognosy deal with chemical and biological. إذا لكل مجموعة في عندي خواص كيميائية وخواص بيولوجية، وبالتالي راح نبدأ بهذه الخواص الكيميائية اليوم، وإن شاء الله نشوف في اللقاء القادم الخواص البيولوجية. الخواص الكيميائية للphenolic compounds، كلكم عارفين المبادئ الرئيسية اللي درسناها في الأورجانيك كيمستري، إن هي عبارة عن سيمبل فينولز، عبارة عن أروماتيك سايكل أتاتش مع الهيدوكسيد جروب. مسمياتها عديدة، من أشهرها الكربوليك أسيدز، وعادة تستخدم في كمواد مطهرة، مواد لها باع طويل في المواد التنظيف على وجه التحديد. وكثير بنشوف كلمة كربوليك أسيد على هذه المواد نسبة لهذه المركبات، لكن احنا حنشوف أكيد الوجه الآخر لهذه المركبات من ناحية علاجية وليس فقط من ناحية منظفات أو أنتيسيبتيك خاص بالمسطحات إن صح التعبير. كخواص لهذه المهمة ترتبط ما بين الكيميائية والبيولوجية صفة الأنتي أوكسيدانت، ولدينا ثلاث صفات رئيسية راح نتوقف عليهم، وهي صفة الأنتي أوكسيدانت والصفة المعاكسة لها البرو أوكسيدانت وعلاقة هذه الفينولز مع البروتين. لما نتكلم على الصفتين المتعاكستين تبدو في الوهلة الأولى أنه في غرابة في الموضوع، كيف مركب بده يكون أنتي أوكسيدانت وبتعتمد عليه كمضاد أكسدة يمنع تهتك خلايا ويعيد بناء خلايا، وفي نفس الوقت من الممكن أن يكون العكس، أنه يعمل أكسيديشن، يعمل ديجراديشن، يغير من هذه الصفات، وقد تكون للأسوأ، وفي الأغلب تكون للأسوأ. هل هذا الكلام صحيح؟ هل نشاهده في حياتنا العامة أم لا؟ طبعاً نحن نشاهده. بدي أضرب مثالين يعني حلوين في هذا الجانب. المثال الأول هو الانتقال المباشر ما بين أنتي أوكسيدانت الصفة الجميلة وانتقال مباشرة إلى صفة الأوكسيديشن، والمثال الثاني هو الانتقال التدريجي لصفة الأوكسيديشن. المثال الأول هو النعناع. كنا بنعرف نشتري النعناع في اليوم الأول، يكون الرائحة زكية، رائحة النعناع الكل يعرفها، الكل يعني يطلبها مع الشاي، مع بعض العصائر، كمنكه لبعض الأطعمة، السلطات، ونشتريها في اليوم الأول بجمالها ونكهتها. وطبعا خواصها البيولوجية تكون في كاملة كمضاد للأكسدة ومطهرة، وخواصها الجميلة إن شاء الله رح نتعرف عليها في حينه. لكن بعد يوم يومين ثلاثة هذه الأوراق الجميلة تبدأ بتغير اللون تدريجيا إلى اللون الغامق، ومن ثم تسود، ونقول أن النعناع لا يستحمل يوم والثاني ويعني نلقيه في القمامة سواء كان يعني لسه متبقي أو لا. ليش؟ لأن اختلفت خواصه، لأنه أصبح هنا
تحول من صفة الأنتي أوكسيدنت إلى صفة البرو أوكسيدنت. وإذا تناولناه في هذه الحالة بعد تغير لونه يصبح هناك ضرر ويصبح هناك أكسدة ويصبح هناك إنكريز للفري راديكالز، ولا نعلم هذه الفري راديكالز أين سيكون أثرها في جسم الإنسان. والفري راديكالز معناها إن هي اللي بتعمل أتاك، بتعمل دمج للسيلز، للتيشوز، للأورغانز أيضا. المثال الثاني المثال الثاني هو التأكسد التدريجي. لدينا الموز، الموز بنشتري ب خلينا ناخذها من الأول خالص، ناخذه من الجرين وغير ناضج. وطبعا الغير ناضج في يوجد لدينا مركبات خاصة، إن شاء الله راح نتكلم على هذا الموضوع لاحقا، لكن إحنا اليوم في صفة الأكسديشن. وحين يتعرض هذا الموز الأخضر إلى الحرارة تبدأ عملية النضوج، تمام، ويتحول هذا اللون الأخضر إلى اللون الأصفر. في هذه اللحظة هذا الموز صالح للإيش؟ صالح للأكل، صالح للاستخدام. ويكون فيه صفتين رئيسيتين، في مواد عديدة طبعا غنية جدا الموز في مواده من معادن وفيتامينات، لكن بدي أركز على صفتين، صفة مواد الهستامينز وصفة مواد تحديدا البي 6. لهذا سمي الموز بطعام الفلاسفة والحكماء. ليش؟ لأنه يعطي الحكمة، يعطي الهدوء، وهذه من صفة البي 6. أما قصة الهستامين فإحنا بنسمع عديد من الناس بقول لك أنا عندي تحسس. من مين؟ من الموز. وهذول الناس ما عليهم إلا يقطعوا أطراف الموز ويأكلوا المنتصف، لأن الهستامين متمركز في الأطراف وليس في كل قطعة الموز، وبالتالي تكون الأطراف هي المسبب الرئيسي في موضوع التحسس. حتى اللحظة إحنا بناخد صفات، طبعا الموز غني بالأحماض الدهنية الغير مشبعة والعديد من المواد، وأنتي أوكسيدنت رائع جدا في هذه اللحظة. الآن تبدأ التغيرات، تبدأ التغيرات خارجيا، بمعنى قشرة الموز الصفراء نلاحظ عليها بعض النقط البنية تسمى أبو نملة في بعض الأحيان، ويكون هناك اللون البني. ولكن حين نقشر الموز لا نلاحظ هذا اللون البني في الداخل، هذه مرحلة، ولكن نجد الموز ليس صلبا كما هو في اللون الأصفر أو الأخضر، ولكنه أصبح ذو طعم مختلف، قد يكون أطيب لدى البعض، وله خواص أيضا مختلفة تماما بيولوجية عن الموز الأصفر الاعتيادي. الآن دخلنا إلى مرحلة أعمق، المرحلة الثالثة. اللون الخارجي أصبح لون بني أشد، وبدأنا نلاحظ أن اللون هذا البني يدخل على اللون الأبيض أو السكري المتميز للموز، وبدأ تداخل الألوان هنا في قطعة الموز. وفي هذه اللحظة يكون الموز في قمة عطاءه البيولوجي، قمة الفائدة لهذه قطعة الموز في هذه اللحظة. هنا يكون تجانس اللون السكري هذا مع اللون مين؟ اللون البني. ولكن في مرحلة أخيرة يغلب على الموز اللون البني الكامل، وهذا اللون البني يكون غامق اللون ويكون طري جدا، تمام. وهنا تبدأ، هذا معناه أنه عملية الأكسيديشن أصبحت هي المسيطرة على هذه الثمرة، وبالتالي دخلنا في عملية برو أكسيديشن،
تبدأ المضار هنا، هذا بدأ يتلف هذا الموز. لذلك لو تركنا الموزة هذه بعد هذه العملية لمدة يوم واحد فقط، نبدأ نشاهد تراكم من البكتيريا بشكل واضح على هذه الموزة، وطبعا نقول أن هذه الموزة قد فسدت. إذن الانتقال ما بين الأنتي أوكسيدنت والبرو أوكسيدنت للصنف الواحد موجود، هذا ليس غرابة. الانتقال من الفوائد العظيمة من أنتي سيبتك وأنتي فلاماتوري وغيرها إلى فوائد تضر في جسم الإنسان، هذا وارد في عالم الطبيعة، تمام؟ الصفة الثانية هي تفاعل هذه الفينوليكس مع مين؟ مع البروتينز، وبالتالي هنا تفاعلها بكون تفاعل جميل، تفاعل بيزود أو بيحفز الأنتي أوكسيدنت بروبرتيز، وبالتالي هنا في عنا كثير من الفوائد، زي عنا السيتوكروم بي 450 اللي له علاقة بالسرطانيات، الليبوكسيجينيز، السايكلوكسيجينيز، الإكسانتين أوكسيديز، كل هذه الإنزيمات تتفاعل حين يكون هناك مواد من الفينولز مع مين؟ مع البروتين. تعال نطبق عملي هذا الكلام، كيف بدي أعزز، يعني بصفة أخرى كيف بدي أعزز صفة المضاد الأكسدة لهذه الفينولز، أجعلها في قمة عطائها، في قمة فوائدها البيولوجية، أن أخلطها مع مين؟ مع بروتين. يعني مثال تطبيق، نعمل شوربة الدواجن، شوربة اللحوم، فلو وضعت عليها هذه الشوربة بعض من الأوراق الخضراء مثل البقدونس على سبيل المثال، فهنا البقدونس غني بالفيتامين سي، البقدونس له صفات الأنتي أوكسيدنت، تمام؟ وبالتالي هذا البقدونس تفاعل الآن مع وسط مين؟ وسط البروتين. البروتين من وين جاي؟ من الدواجن أو اللحوم. عند الماء هو وسط زي عملية الإكستراكشن، فإيش بتم؟ عملية الآن إكستراكشن بين مين؟ ما بين الليبوفيلز، الليبوسوبستانس الموجودة، البروتينز الموجودة في هذه الدواجن أو اللحوم، مع مين؟ مع المواد الخاصة بالأنتي أوكسيدنس الموجودة في مين؟ في الأوراق الخضراء، أو الموجودة تحديدا في مثالنا البقدونس الفيتامين سي. هنا ماذا سيحدث؟ تعزيز لمين؟ لصفة الأنتي أوكسيدنت الموجودة في البقدونس، وبالتالي الاستفادة تكون عظيمة جدا. يوجد طبق من الأطباق السلطة، تمام؟ يسمى شيكن سلط، السلطة بالدواجن. السلطة إيش بكون فيها؟ بكون فيها أوراق خضراء، بكون فيها الخيار، بكون فيها الأشياء هذه، ويقطع بها صدر الدجاج المسلوق، تمام؟ وتطلق عليها سلطة الدواجن. كذلك هنا اختلط البروتين مع مين؟ مع مجموعة من الأوراق الخضراء الموجودة في داخل هذه السلطة، قد يكون النعناع مع البقدونس مع أوراق أخرى، الجرجير إلى آخره، تمام؟ إذن هنا عززت العلاقة ما بين البروتين وما بين مين؟ هذه الأوراق الخضراء أو الأنتي أوكسيدنت بروبرتيز. ذكرنا قبل قليل إنه الفينولز لها علاقة في المنظفات، ويمكن كلمة أو جملة كاربوليك أسيد هي من الأشياء الشائعة في عالم المنظفات. The many classes of phenolics، في عنا مجموعتين رئيسيتين اسمها بنزويك and سيناميك أسيد. فعندنا هذه الـ two branches، كل واحدة تحت زمولوها المجموعة المنتمية إلها. البنزويك عنا مثلا الباراهيدوكس بنزويك، عنا الفانيلينيك، عنا السينيرجيك، عندي في السيناميك عندنا الكافيك أسيد، عندنا الكوماريك أسيد، عندنا الفيروليك،
هذه القصص مهمة جدا، لأنه بكرة بنحكي مثلا أنه هذا النبات غني بالكافيك، فبعرف أنه هذا مع مجموعة مين؟ البنزويك. بنقول غني بالفيروليك ومثلا الفانيليك، معناته هذا في كلا الطرفين، في بنزويك وفي سيناميك. فلازم يكون عندي اورينتيشن من الآن لهذا الموضوع. رقم اثنين، واحنا بنكتب هذه الجمل او هذه الكلمات، جميل انه نعززها بالكيميكال ستراكشر للفيروليك للكومارينيك للكذا. هيك هيك احنا جايينا كلهم في موقعه، ونوصل للشابترز تبع الكومارين تبع الليجنين تبع هذا، حنرجع لهم بس بكون عندنا في الذاكره موجودين. ذكرت في اللقاء التمهيدي انه احنا ما عندنا اسئله مباشره draw the following structure، لكن دائما اللي بيحاول ياخذ درجات اعلى هو اللي بيعزز اجابته دوما في الكيميكال structures. وبالتالي عندكم في مجموعه البنزويك والسيناميك معروض في السلايدات عدد من هذه المركبات. عندنا مجموعه الالدهايدز والكربوكسيليك اسيد جروبس، عندنا مثال مهم اسمه اليوجينول. وليش بقول انه مهم؟ لانه هو دارج وبنشوفه كثير، بنشمه كثير، هو رائحه عياده الاسنان. تمام، عياده الاسنان مميزه باليوجينول، بهذه الرائحه بيستخدم النياه كمسكن كمخدر في بعض الاحيان اثناء عملهم في مثلا العصب او في عمليه اكستراكشن دينتال اكستراكشن، خلع الاسنان الى اخره من هذه الامور. من الخواص ايضا الكيميائيه عندنا مجموعه بجانب البنزويك والسيناميك، عندنا الفينايل بروبانويد، وهذه حنشوفها بشكل واضح وجلي في قصه البايو ساينتيسيس او فينوليك كومباوندز. الفينايل ألانين طبعا وجوده مهم، في بالرغم انه هو نيتروجين كومباوندز، وانا بدي اذكركم لما تكلمنا على الميتابوليزم اوف هاير جلاندز تكلمنا على فور ليفلز، وتكلمنا على كورليشنز بتوين ذا ليفلز، تكلمنا على فوتوسينتيز سايكل ليفل 1، بايروبيك اسيد ليفل 2، الاسيتايل كونزيم A ليفل 3، تكلمنا على كريبس سايكل ليفل 4، وقلنا هناك علاقات ما بين الأربعة هذول كمان سيستم، علاقة المستوى الأول والثاني في قصة الفور فوسفوريتروز مع الفيروفيك، الثاني مع الثالث والثالث مع الثاني، علاقة متبادلة، وهذا اللي بنشوفه عن طريق سواء الفينايل ألانين من ناحية وتفاعل الفلافونويدز حنشوفه في حين ان شاء الله. كذلك كريبس سايكل علاقة المستوى الثالث بالرابع، دائما الفينايل ألانين زي ما قولوها بلاقيه بريزنت في كل المواقع من ليفل 2 لليفل 3 لليفل 4، بلاقي دائما الفينايل ألانين موجود، وهذا من سهولة التعامل أو سهولة الحصول على الفينايل ألانين، سواء عن طريق الفينايل بروبانويد عن طريق البرفينيك أسيد زي ما حنشوف لاحقا. واحد من المركبات المشهورة جدا 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 اليوم هو الكلوروجينيك أسيد، وزي ما قلوها صيته لامع هذه الأيام، كنا بنسمع العالم مهووسة بقصة السمنة والتخسيس وكيف نعمل ريدكشن للويت، والكل يسمع في الأونة الأخيرة ما يعرف بالجرين كوفي، القهوة الخضراء وقوتها وتأثيرها في تخفيض الوزن. طب ليش؟ مين السبب؟ السبب هو الكلوروجينيك أسيد. وهذا بخلينا هنا نتطرق لنقطة أكاديمية مهمة جدا في قصة الامتحانات. واحد من أشهر الأسئلة دائما بيجي في امتحانات الفايتوكيمستري هو سؤال الكومنتس،
سؤال الكومنت، التعليل دائما بيحمل واحدة من صفتين والإجابة معاكسة، بمعنى إذا كانت الصفة السؤال كيميائية فالإجابة يجب أن تكون من البيولوجيكال، مش إحنا بنقول التعريف deal with chemical and biological، فليه حيجي السؤال كيميكال ليه حيجي بيولوجيكال، لا ثالث له. والإجابة العكس، إذا السؤال له صفة كيميائية الإجابة بيولوجية، وإذا السؤال له صفة بيولوجية فالإجابة كيميائية. عندنا ندي مثال على موضوع الجرين كوفي. بيجي سؤال كومنت مثلا جرين كوفي، انا حكيت اسم المركب used in ايش؟ in weight reduction. طب ليش؟ هذا ايش؟ بيولوجيكال. قلنا اذا صيغة السؤال بيولوجيكال الاجابة ايش بدها تكون؟ كيميكال. فباجي اقول لانه يحتوي على فينوليك كومباوند، هو مين؟ كلوروجينيك اسيد، وبروح برسم الاستراكشر تبعته. لو بدي اخذ فول مارك بديش اخذ فول مارك، برسمش الاستراكشر، تمام؟ طيب خلص، بتوش كلام كثير ولا برم كثير. طب لا بدي اعكس السؤال، بقول كلوروجينيك اسيد هاف او هاز ايش؟ ا جريت فاليو ان ثيرابي. شوف انا جبت ايش؟ صفة مين؟ صفة كيميائية. مين هو؟ كلوروجينيك. طب ليش له قيمة عظيمة في الثيرابي؟ لانه بيعمل بخلصنا من مين؟ من الوزن الزائد، بخلصنا من السمنة. طب وايش يعني هذا الكلام؟ ايش يعني اوبيزيتي؟ اوبيزيتي يعني ديزيز، ومش اي ديزيز، يعني هارت ديزيز، يعني بلاد شوغر، يعني ديابيتس، يعني ريسك اوف ستروك. احنا دائما بنقول السمنة بوابة الامراض، تمام؟ وبالتالي هذا نقطة كتير مهمة انه نفهمها. شفتوا كيف تيجي الاجابات متعاكسة؟ اذا الكلوروجينيك اسيد هو واحد من، طبعا كل صفة من الصفات ممكن نطلع منها سؤال. مثلا هنا بقول لك lower the blood glucose level concentration وبعمل inhibition للجلوكوز 6 phase. اذا هذا السبب. بنيجي بنقول ليش الكلوروجينيك بعمل lowering للبلاد شوغر، صيغة تانية. ليش الكومنت كلوروجينيك used for diabetic patients لمرضى السكر؟ لأنه بعمل إيش؟ inhibition للجلوكوز 6 phase اللي هو made metabolic responsible لا إيش to release الجلوكوز في الليفر. وإذا صار في عندي releasing للجلوكوز في الليفر معناته صار ارتفع عندي التريجليسرايد، وبعد هيك ارتفع عندي طبعا نسبة البلد شوغر ليفل. هذا الكلام شفناه في الفارماكوجنوزي لما درسنا عن الكربوهيدرات ودرسنا عن الفركتوز على وجه التحديد. هاي كمان اللي هو التعليل تبع الويت لوس، انه بيعمل ريدكشن للابسوربشن اوف فاتس كذلك، بالإضافة طبعاً للجلوكوز إن تجد اللي هو الجد اللي هو الأحشاء في منطقة الكرش يعني على وجه التحديد. مركب آخر مهم جداً ومنتشر جداً ويمكن يكون الأكثر شيوعاً والانتشاراً هو الكافيك أسيد. كافيك أسيد نقدر نقول موجود في كل مركبات الفينولز، وهذا يمكن من أشهر المركبات ومن حيظل معنا حتى في مركبات النيتروجين كومباوندز. حنلاقي بنقول إنه من المركبات الكومبايننج سبستانس هو الكافيك إيش؟ أسيد. كافيك أسيد طبعا هو أنتي أوكسيدانت، أنتي إنفلاماتوري بروبرتيز، بيعمل بريفنشن للتوكسيسيتي، وخاصة في في حالات التسمم سواء كان من الدراجز من فود حتى من الكيميوثيرابي او راديشن، تمام؟ فكل الناس اللي بيخضعوا للكيميوثيرابي يصابوا بحاله من التسمم، حاله من الاريتيشن خاصه بعد الراديشن. كل هذه الحالات الدمج اللي بتصير للسيلز للتيشوز
كتير مهم إلها هذه المركبات الغنية في الكافيك أسيد. طبعا أكيد بما أنه منتشر في أغلب المركبات فمن اختيارنا لهذه المركبات حسب الحدث. يعني لما اختار مثلا نعنع في كافيك أسيد لكن ما بختاره لحالات من الكيميوثيرابي، في عندي كركم في كافيك أسيد ممكن اختاره في حالات الاريتيشن للسكن، لكن عندي مثلا المشروم الفطر، عندي الريش مشروم، عندي الكورديسيبس الريش مثلا لو كانت التوكسيسيتي داخلية فهو مقوي لجهاز المناعة وبيعزز الانتي اوكسيدنت بروبرتيز عن طريق هذه الكافيك أسيدز. عندي الكورديسيبس هذا بيعزز المشكلة لو كانت اتاك ذا نيرفز الأعصاب. عند الليون مانز مثلا هذا بيعزز لو كانت المشكلة صار دمج عندي في البرين سيلز. إذا كل ليفل له إيش مركباته الخاصة، لكن في النهاية مين أبوهم هذا كلهم؟ The amount of mean كافيك أسيد. قديش أنا عندي كافيك أسيد في المشروم، قديش عندي كافيك أسيد في النعنع، قديش عندي كافيك، أكيد حيكون كميات مختلفة وبناء على هذا الكم في عندي الفاليو أكيد راح تختلف. طبعا لما نقول كافيك أسيد بدي أذكر دوما إنه إيش، إن هي مختلفة عن الكافيين. الكافيين شيء والكافيك أسيد شيء آخر. بالمناسبة الكافيين والكافيك أسيد شيء بالشيء يذكر، الكافيك أسيد واحد من أهم المركبات لعلاج الصداع. كيف بدي أعمل؟ كيف بدي أحصل عليه؟ شوفوا الوصفة الرائعة السريعة جدا الأسرع في وصفات مين التخلص من الصداع. كل ما هنالك أعمل فنجان قهوة صغير وأعصر عليه شوية ليمون. أنا عملت الآن تفاعل، حولت الكافيين إلى كافيك أسيد وركزت الكافيك أسيد في خلال هذا الفنجان. بشرب هذا الفنجان. أنا شربت هلأ كافيين ولا كافيك أسيد؟ كافيك أسيد هيتفاعل في جسمي أز كافيك أسيد، بخفف لي الصداع في دقائق. ولما أقول دقائق يعني قبل ما أخلص فنجان القهوة بروح الصداع. وياريت تجربوها وتقولوا لي النتيجة. الفيزيكو كيميكال بروبرتيز وعملية الإكستراكشن زي ما حكينا في اللقاء الأول، قلنا choosing the suitable solvent for extraction، معرفتنا في الفيزيكو كيميكالز، كل هدول principles في الفايتوكيمستري. وبالتالي عندنا من أهم هذه الصفات في الفينولز طبعا موضوع solubility، هما soluble in water in alcohol، هما colorless liquid or crystalline. هذه الصفات كتير مميزة الواحد لازم يعرفها عشان يعرف كيف يتعامل مع هذه المركبات. أكيد موضوع الأكسجين في وقديش the number of hydroxyl groups position تبعتهم هذا كتير مهم، لأنه هو زي ما حكينا في المثال قبل قليل قصة الأنتي أوكسيدان والشيء المعاكس تبع البرو أوكسيدان بيخليني دوما لازم أعرف صفات هذا المركب وذا نمبر اوف هيدروكسيد جروب الموجود في هذا المركب حتى ادير بالي كيف اتعامل مع هذه المركبات، كيف احفظها هذه المركبات حتى ما يصير لها ديجراديشن. شفنا النعنع within 24 hours بصير عنده ديجراديشن، بينما البنانه مثلا بتطول within 1 week مثلا. تمام، اذا كل مركب له عدد ايام عدد ساعات من الديجراديشن لازم اعرفها كويس. عملية الايدنتيفيكيشن بتتم عن طريق الكروماتوغرافي. عندنا يعني مجال واسع وجميل في هذا المضمار، ممكن استخدم الثين لاير كروماتوغرافي، ممكن استخدم الكاز كروماتوغرافي، ممكن استخدم الليكويد ليكويد اكستراكشن، سوبر كريتيكال فلويد اكستراكشن. كثير هي الأشياء ممكن أستخدم HPLC الـ High Performance Liquid Chromatography.
كل هذه الأمور ممكن أستخدمها. زي ما حكيت قبل شوية إنه الفينولز بشكل عام كلرلس، لكن لكل قاعدة شواذ، هذه الشواذ لازم أعرفها. تمام، في عنا بعض الشواذ، مثلا عنا بعض الريسينولز هذا بدي لون فايلت، الكاتيكول بدي لون جرين، الهايدروكينون بدي لون بلو، عندنا بعض مركبات زي البيروغالول في التنينز هذا حنشوفه هذا بتحول الى اللون الاحمر. فهذا كل هذه الامور لازم نكون على درايه فيها. ليش؟ لانها تعتبر شواذ. ننتقل للبيوساينتيسس، وهو محور في غايه من الاهميه ومحور اسئله عديده هنشوف خلال شرحها نستنبط هاي الاسئله اللي ممكن تطلع لنا في البيوساينتيسس، غير السؤال المباشر طبعا اللي هو بكون starting from to obtain. هذا سؤال البيوساينتيسس، starting from مركب X، كيف تبدأ منه للوصول لمركب Z اللي هو نهاية التفاعل اللي بدنا إياه. يعني مش شرط أطلب البروسيس كله، معنى الكلام ممكن اختار جزء منه من الداخل، عشان هيك لازم اكون فاهمه كويس، لانه برضو ما بيصير تكتبه تبدو لي من الاول وانا اختار اللي بدي اياه، لا يجوز هذا الكلام. الشيكيميك باثوي، طبعا كلمة شيكيميك اكيد جاية من الشيكيميك اسيد. الشيكيميك اسيد من وين نعرف؟ من نبات الاليسيوم. الاليسيوم اليوم صار من أشهر النباتات، بعد ما كان نبات غير معروف على الإطلاق فجأة صار يعني حديث الناس، سبحان الله. ليش؟ بعد إنفلونزا الطيور البيرد فلو صنعوا هذا من هذا النبات، يعرف اليانسون النجمي، مركب دواء لا يزال لليوم مشهور. ومنذ ذلك الحين لليوم والأوبئة ما شاء الله في تتابع، واستخدامنا لليانسون النجمي صار الكل يحكي عن اليانسون النجمي. لكن بدنا نأكد معلومة كتير مهمة، إنه اليانسون النجمي اللي بنحكي عنه اليوم هو فينوليك وليس اليانسون العادي اللي احنا متعرفين عليه من زمان، وهذا عبارة عن تيربينويد، هذا مجموعة وهذا مجموعة، هذاك فولاتايل اويل، هذاك من عائلة وهذا من عائلة، كل واحد له عائلته وخواصه المختلفة. الشيكيميك باثوي بده ياخذ منحيين، المنحى الأول إما عن طريق خواص البنزويك والسيناميك أسيد اللي تكلمنا عنها ومشتقاتها من مركبات وما ينتج عنها من مركبات، أو بدي أخذ منحى آخر اللي هو منحى الأسيتيل، وهنا بندخل في البولي كيتو إسترز، وبرضو بطلع لي مواد أخرى من الفينولز. وإذا فاكرين قبل شوية حكيت في البلانت ميتابولايتس وموضوع الليفلز، إنه ليفل 2 و 3 و 3 و 2 في كورليشن متبادلة، هذا التبادل سببه هذا الفاريشن في البيوسينتيزيس، وبالتالي أنا بإمكاني أحصل على الفينوليكس في أكثر من أسلوب وأكثر من طريقة، سواء بشكل مباشر عن طريق البيروبيك أسيد أو عن طريق الشيكيميك أسيد أو عن طريق الفينايل ألانين أو عن طريق نفس المركبات مثلا الكوماليين أو فلافونويد أو عن طريق الأسيتايل كونزايمين. إذا في عندي مجال للحصول على هذه المركبات بسهولة كبيرة، هذا واحد من الأسباب اللي خلى منتجات الفينوليكس إني عليها يعني منتشرة انتشار كبير جدا في البلانت ثيرابي. نيجي للتفاعل، احنا بنتكلم على اول مجموعه من مجموعات السكندري ميتابولايتس، وبالتالي من المؤكد ومن الطبيعي اني استعين بالمرحله السابقه. المرحله السابقه هي مين؟ هي البرايمري، تمام، هي الكربوهيدرات،
وبالتالي تمت الاستعانة بالإريثروز فور فوسفيت مع الفوسفو وحدة من الفوسفو إنول بيروفيك اللي هو البي اي بي. وهذا التفاعل الأليفاتيك الكربوهيدراتي إن صح التعبير كان بيكون لي سلسلة ضعيفة طويلة 7 ذرات كربونية من مركب الـ DAHP، وهذا المركب من السهل أن يتفكك بوجود specific enzyme وهو الـ 5-dehydroquinate synthetase، وبيكون لي أول مركب أروماتيك وهو الـ 5-dehydroquinic acid. عشان هيك اللي منه بتبدأ عاد سلسلة تكوين مركبات الفينولز. عشان هيك بنقول إنه الفايف ديهايدروكونيك أسيد هو the precursor of mean of phenolic compounds. ما بقول الفوسفوينول بايروفيك، ما بقول الفور فوسفوريثوز، ما بقول البايروفيك أسيد اللي هو عنوان المرحلة، وهذا كتير في ناس بوقعوا فيه بيفكروا عنوان المرحلة هو البريكورسر. لا، وعنوان المرحلة هو اللي يعني هو بداية الطريق، هو اللي جمع العلاقة ما بين ليفل 1 وليفل ايش وليفل 2 فقط لا غير. لكن اللي شكل لي الأروماتيك سايكل تمام هو مين؟ الـ 5-dehydroquinic acid. الـ 5-dehydroquinic acid الآن بيكون له قدرة لتكوين مركب ستيبل هو الشيكيميك أسيد اللي أعطي الباثوي اسمه الشيكيميك باثوي، وهنا بيكون لي عن طريق الفوسفوريزيشن في البوزيشن 5 فوسفو شيكيميك أسيد. هذا المركب مفترق طرق، إما بده يتفاعل مع وحدة جديدة من الفوسفو إنول بيروفيك، أو بده يتفاعل مع يعني برانشز كثيرة صراحة، وكل برانش يؤدي إلى فينوليك كومباوند. تمام؟ طيب هنا بتولد سؤال، صرنا سمعين الفوسفو إنول بيروفيك مرتين، إذا ممكن يجيني سؤال، اسمعوا السؤال إيش بقول. What is the rule of فوسفو إنول بيروفيك؟ What is the rule of فوسفو إنول بيروفيك؟ كيف يعني هو فوسفوينول بيروفيك ايش وظيفته؟ ايش بايش بدخل من تفاعلات؟ احنا شفنا التفاعل الرول الاول الرول الاول هو تفاعله مع مين؟ مع الفور فوسفوريتروز عشان يكون DAHP ومنها الى الفايف ديهيدروكونيك اسيد. والتفاعل الثاني هو تفاعله مع الفايف فوسفو شيكيميك اسيد لتكوين مين؟ الكوريزيميك أسيد. تمام؟ طب ليش اهتمينا بالكوريزيميك أسيد؟ تعال نشوف سؤال تاني. What is the rule of كوريزيميك أسيد؟ كوريزيميك أسيد له 4 rules وليس 3، 4. تمام؟ الأولى تعال نشوف المعادلات. واحدة formation of benzoic acid، هذا rule. إذا انتم شايفين وحدات جديدة من البنزويك اللي تكلمنا عنها في الأول، قلنا عنها وحدات رئيسية. 2 formation of salicylic acid، salicylic لمن ينتمي؟ للسيناميك. الرقم 3 formation of phenyl alanine، لسه قبل شوي حكينا انه الفينايل الانين هذا مميز، بحصل له formation في اكثر من مستوى مش بس من النيتروجين كومباوند، وهذا بيأكد العلاقة بين ليفل 2 and ليفل 4 اللي هي مسؤولة عن إنتاج النيتروجين كومباوند. طيب وين الرابع؟ بنزويك، ساليسيليك، فينايل ألانين، وين الرابع؟ دائما بتنسوه. ليش بتنسوه؟ لأنه خلص السلايد، هدول اللي بيحفظوا، وبيجي السلايد اللي وراه عن الفينايل انانين وكيف بيتكون عن طريق البرفينيك اسيد اللي هو بريكورسر له، وبفكر انه الامور انتهت. لكن في عندي السلايد اللي وراها طلع كروزيميت، رجعت للكروزيميك اسيد الثاني، والخط اللي دي قلنا لهذا وين بوصلني؟
للكينونز. إذا الوظيفة الرابعة للكورزيميك أسيد وتكوين الكينونز، والكينونز إن شاء الله هنحكي عنها كمجموعة منفصلة ولها تأثيراتها الهامة على الدايجستيف سيستم. وإن كنا نتكلم على الجنرال بارت أوف فينولز، لكن إحنا في مظلة التعريف وكل جزئية بنطبق عليها مظلة التعريف. حتى في الجنرال بارت إيش المظلة التعريف تقول؟ ديل ويد كيميكال أند بيولوجيكال. طب إحنا شفنا هلا الخواص الكيميائية، وشفنا الأكسيد الأنتي أوكسيدنت والليبرو أوكسيدنت وعلاقتها مع البروتين كيف عززت الأنتي أوكسيدنت، وشفنا كيف بعض المنظفات كيف نعرفهم الكربوليك أسيد، وشفنا من وين جايين البيوسينتيزيس. طب هذا ديل ويد كيميكال، الآن ديل آن بيولوجيكال. إيش الخواص الفارماكولوجية العامة وليس الخاصة؟ الخاصة إن شاء الله المحاضرة القادمة لهذه المركبات. بنقول أنتيسيبتيك، أنتيفلاماتوري، هدول عنوان لمين؟ للفينوليك كومباوندز. وعندنا الأنتيفلاماتوري بنقدر نعتبرها على تو ليفلز، الليفل الأول من السيمبل فينولز والليفل الثاني من الفينايل بروبانويد. وأكيد كل ليفل فيه حنشوفه إحنا بشكل واضح وين بده يتفاعل. بمعنى خلينا ندي مثال هيك بسيط، لما يصير في عندي سكين انفلاميشن بسيط، تحكت إيدي في أي شيء صار عندي انفلاميشن بروسيس، تمام، زي مثلا هيباتايتس برضو inflammation process، زي الـ UTI التهاب المسالك البولية، تمام، زي مثلا البروستاتيتس برضو inflammation of prostate. في levels ما بقدر أحط واحدة مقابل واحدة، هذا غير عن قصة مختلفة تماما لا تنتمي لحديثنا اليوم أو هذا الفصل كله، واللي هي البون انفلاميشن. ولا واحد من اللي حنحكيه طول هذا الفصل يستطيع علاج مثلا البون انفلاميشن بالرغم انها انفلاميشن، صح؟ ليش؟ لانه في عندنا نحتاج الى شغله اقوى، شغله اعمق، لها خواص اخرى كيميائيه، لها القدره في التفاعل مع هيك مستوى من الانفلاميشن. هذا اللي حنشوفه إن شاء الله الفصل القادم مع التربينويدز. إذن هو أنتيسيبتيك وأنتيفلاماتوري للأشياء العابرة، الأشياء البسيطة، والله كحة، والله شوية تونسولايتس، شوية أشياء بسيطة، تمام، بتأدي الغرض. زي ما قلنا شوية صداع، تمام، بسيط، على طول حولت الكافيين إلى كافيك أسيد قلنا خلال دقائق معدودة. إذا كل الأشياء العابرة اللي بتمر في حياتنا اليومية بإمكاني إني أخلصها وأحلها من خلال هذه الفينوليك كومباوندز. بكده بنكون خلصنا الجزء الأول ما يخص الجنرال بروبرتيز أو فينوليك كومباوندز. اللقاء القادم إن شاء الله راح نتكلم على دراجز which contains الفينوليك كومباوندز. حتى ذلك الحين نتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.